السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قناة جيمر جاد. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن 3 موارد اللي هي الإيفرلايت اللي تشوفونها قدامكم، والمايت ستون، والسبارك زيتي. طبعا الـ3 موارد هذه تحتاجها أنت في تطوير خلينا نقول في صناعات كثيرة خاصة في عالم الجيوت حق الكهف اللي هو العالم هذا، خصوصا لو أنت حبيت تطور خلينا نقول الروكت بوت، ولا مثلا عندك مكنسة، ولا مثلا عندك الأشياء الخاصة في الكهوف. خلوني أنزل تحت عند آلة التطوير وأوريكم الأشياء اللي أتكلم عنها أنا بالذات، اللي هي مثلا هنا نجي عند الآلة حق التطوير. تمام، شوفون هذه هي اللي أنا أعانيها. تحتاجون إنك تطورون هذه الأشياء، وطبعا راح تحتاجون المواد هذه اللي هي الإيفرلايت والمايتستون والسباكزيتي في تطوير الأشياء هذه، خصوصا لو حبيت تصنع أشياء ثانية فبتحتاج المواد هذه. تمام، كيف تجيب المواد هذه؟ طبعا المواد هذه يعني راح تلقاها، خلونا ندخل على القائمة الموجودة هنا. الإيفرلايت راح تلقاه في التير الخامس في بوابة ال سانكين. طبعا عشان توصل للتير الخامس لازم تطور الجاز والان شارج لين مستوى عالي عشان تقدر توصل للمنطقة ذيك. المايت ستون راح تلقاه برضه في عمق الخامس في بوابة اللي هي الخضر اللي قدامنا، او خلينا نقول السماوية هذه الزرقاء. وعندنا السبارك سيتي راح نلقاه في العمق من 3 لـ5 في بوابة السانكن اللي هي هذه، هي البوابة البرتقالية هذه او الصفراء. طبعا عشان توصل العمق الثالث او العمق الخامس شفنا مشوار عليك، لكن في طريقة ثانية اللي هي وش هي؟ اللي هي انك تفتح بوابة خاصة في الدلف. طبعا انا بنتقل للهب، راح تفتح لك بوابة برايفت تدخل فيها في عمق قليل. طبعا زي ما قلنا راح تحتاج للقنابل. طبعا انت اذا انتقلت، او في هذا مو مشكلة، انت اذا انتقلت بس دقيقة. طيب نكمل. طبعا زي ما قلت تروح لبوابة منطقة الدلف افتراضا. تمام، اذا انت جيت عند الدلف تجي عند الماكينة هذه. طبعا انت راح يكون معك قنابل صغيرة اللي اسمها الديبث تشايلد. هذا كيف تلقاها؟ تلقاها من لما تلعب بالدلف نفسه وتهزم البوس وتكسر الصندوق، حيعطونك صناديق الخاصة بالدلف. الصناديق الخاصة هذه اذا انت فتحتها راح يعطونك القنابل الصغيرة اللي اسمها ديبث تشارج، اتوقع اسمها كذا ديبث تشارج. فتقدر انت تحولها الى قنابل كبيرة. القنابل الكبيرة راح تساعد كثير في انك تفرم. طبعا يفضل انك تجمع الايفرلايت والمايت ستون والسبارك سيتي، تجمعها في يوم الثلاثاء، لان في يوم الثلاثاء تتدبل الموارد. ممتاز. طيب انا راح افتح ان شاء الله بوابة خاصة بالدلف، راح ادخلها على عمق قليل. بنشوف ان شاء الله. الحين انا بخلص بحط الشخصية الضعيفة عندي اللي هي البايت كابتن، ونفتح بوابة الخاصة بالدلف ونخش ان شاء الله هنا جوا. حلو، دخلنا. اذا دخلت جن جوا على طول حول على شخصية قوية عندك وابد فرم هناك. يفضل انك عشان في بعض الاعماق، يعني في بعض انواع الاعماق انت وحظك. تمام، فخل بحول شخصية، حول على شخصية سريعة نوعا ما في المشي عشان نقدر نوصل الشيء اللي احنا نبيه. طيب اذا انا حصلت الايفرلايت ولا المايت ستون ولا سبارك سيتي راح اوريكم اياه، اوريكم كيف اشكالهم عشان تشوفونهم، بحيث انتم لو حبيتوا تفهمون بعدين راح تعرفون اشكالهم مباشرة. طيب هذا الان هو المايت ستون زي ما تشوفون قدامكم، هذا هو شكل المايت ستون. فنرمي قنبلة، فشوف احنا الان يكتب على اليمين ان احنا جمعنا 3 حبات مايت ستون، فبنجمع تقريبا كلها. هذا هو شكل المايت ستون زي ما تشوفون. طبعا اذا جمعتها يوم الثلاثاء راح تقدر تجمع بشكل بكمية مرة كبيرة، لانها في دبل، واذا كان معك باتون راح تاخذ 3 اضعافها. فاحرص انك تفعل الباتون، لان الباتون شيء مرة كويس، خصوصا انه راح يساعدك كبداية او حتى كنهاية. يعني اذا انت كنت قوي راح تحتاج للباتون بشكل مرة كثير. فخلونا الحين نروح للمورد اللي بعده. طيب الحين نجي للمود الثاني اللي هو مود اسمه سبارك سيتي. هذا هو شكل سبارك سيتي زي ما تشوفونه. فنرمي عليه قنبلة. طبعا شوفوا الحبات اللي احنا اخذناها. طبعا اذا كان العمق قليل تقدر تسوي دمج مرة كويس بالقنابل بحيث تاخذ المواد بشكل اسهل.
حتى يمكن تسويها يعني بالقنابل الصغيرة تكفيك عادي، لكن كل ما يكون العمق أبعد يعني خلينا نقول في 100 وزيادة راح يصير تكسير الجدار أصعب، فادخل أعماق أضعف عشان تاخذ المواد بشكل أسهل. طيب وهذا هو الآن هو شكل الإيفرلايت، شوفوا قدامكم هذا هو شكل الإيفرلايت. طيب نكسر الحين، شوف أعطاني 5 حبات إيفرلايت، ونكسر زيادة وناخذ زيادة وناخذ الصندوق. طبعا صدق هذه ممكن تعطيك بلدر رايت، ممكن تعطيك انشدري، وممكن تعطيك ايفرلايت يعني انت حظك. طبعا الحين هذه كل الموارد المطلوبة يعني تمام، فكل عليك تسوي يعني انك تخفي. احيانا في بعض الكهوف تمام بتحصل انه الموارد هذه بشكل اكثر على الجدران، وفي بعض الكهوف تحصلها بشكل اقل، فانت حظك. فادخل عمق يعني ضعيف، بعدين ابدأ امشي في الاعماق وزي كذا. زي ما قلنا يفضل انت وخياك بحيث تخلي شخص يوصل الين النهاية، بحيث انه يعني خلص المهمة المطلوبة فيك انك توصل هناك، وانت خلص المهمة المطلوبة منك الثانية، هي مثلا ياقة الوحوش او مثلا انك تخلص مثلا نقاط او حاجة زي كذا. فحاول انك تسوي الشغلات هذه كلها عشان يكون عندك وقت مرة كبير انك تقعد تنظف المكان او تنظف الدلو ذا اللي انت فيه حاليا. فاذا كان الدلف اللي انت فيه حاليا مليان اغراض يعني مليان موارد يعني، وانت في يوم الثلاثاء فاضي ابد ادعس ونظف ام الدلف او المكان ذا اللي انت فيه. ف يعني حتى لو انت حبيت انك تاجر فيه ففيها فلوس ترى مرة جميلة، فبتحصل فيها فلوس مرة كثير وبتستمتع كثير يعني، سواء كنت تبي تطور يفيدك في التطوير يعني بشكل مرة كبير. إذا حبيت إنك تبيعه برضه راح يكون مرة كويس في عمل البيع، لأن مو بكثير مرة الناس تفرق فيه، ف راح تحصل يعني له بيع يعني مرة كويس. فأحرص إنك تسوي الشغلة هذه وأبد إن شاء الله راح تحصل فيها منها فائدة مرة كبيرة. أتمنى عاد إن المقطع عجبكم. طبعا قبل لا ننهي، اللي حاب ينضم معنا في مجتمع الديسكورد راح يكون تحت في الوصف حسابنا في الديسكورد. لو انت حاب تنضم معنا سواء كنت سوني او بي سي او اكس بوكس فحياك معنا. اتمنى المقطع عجبكم، يعطيكم العافية على المتابعة. اللي ما اشترك اشترك فخاصة به. نشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد. اذا انتم حبيتوا السلسلة هذه انه يكون في 3 موارد في كل مقطع، حط لايك تمام. يلا باي، سلام.